السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، أمن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا، عندي سؤال. تفضل. ما حكم قول من يقول عن أهل السنة وأهل البدع: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من أجل الدعوة؟ هذه المقولة تحتاج إلى شرح وإلى تفصيل. ما الذي يعذر فيه الشخص أو يعذر فيه أخاه؟ ما المسائل التي يجوز أن نعذر الإخوة فيه، وما المسائل التي لا يجوز فيها ذلك؟ هذه الكلمات تحتاج إلى شرح، لأن فيها جزء من الحق وجزء من الباطل. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. نعم تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله أنا بخير والحمد لله. كان عندي سؤال بس. تفضل. لو أنا نشيت التشهد اللي في النص واستقمت مجلسي تاني صح؟ مجلسي، لكن إن جلست الصلاة تصح مع الكراهة. طب لو أنا ورا الإمام؟ نفس الحكم. يعني أسيب الإمام وأكمل صلاتي لوحدي؟ لو الإمام فعل هذا يعني ولا إيه؟ لا، لو أنا اللي فعلت كده مثلا الإمام كبر للجلوس التشهد بيحصل أنا ناسي واستقمت. اجلس مرة ثانية. طيب شكرا. شكرا لك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن بن خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ارفع صوتك تفضلا منك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. هسألك كم سؤال كده بس عشان اطول على حضرتك بإذن الله، انا مرتبهم واقولهم بسرعة. أول سؤال بس، هي متى تنتهي جلسة الضحى؟ جلسة الضحى؟ اه. يعني ايه جلسة الضحى؟ لغاية امتى؟ ما لها نهاية، عايز تجلس اجلس، عايز تنصرف انصرف. انا مثلا بلاقي مكتوب في مثلا في الشاشة بتاعت المسجد اللي هي مكتوب فيها وقت كده، بس انا بلاقي الشمس بتشرق يعني ايه، بلاقي الشمس طلعت فبروح ماشي، فانا كده خدت ثوابها يعني قبل الوقت المكتوب مثلا ممكن بعشر دقايق ولا حاجة. انت من اي البلاد؟ من القاهرة. طيب تقويم القاهرة منضبط على النتيجة يعني في الشروق خاصة، تيجي عليها الوقت ده خلاص يبقى ده انتهت الجلسة كده، ممكن امشي وخدت ثوابها يعني. ما هو ثوابها ده ضعيف اللي انت تقصده، حج وعمرة تم ضعيف. تمام. لكن اذا اردت ان بس في ثواب في جلسة الضحى يعني. اذا طبعا الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. ده كان السؤال الثاني. انا بلاقي ناس بتعمل مثلا ايه اوراد قران مثلا مع بعضهم، يقعدوا يجمعوا بعض كده وكل واحد يقرا صفحه من المصحف، بس انا بفضل ان افضل قاعد في مكاني لغايه لما الشمس تطلع، فاني احسن ان انا ممكن اتحرك في المسجد ولا
الكلام النص قاعد في مكانه. لا قاعد مكانك، النص فيه غير ثابت يعني. طب انا ممكن اتحرك في الجامع عادي يعني، مفيش عادي، مشكله ما طول ما انا قاعد كل الجامع في مسجد. ربنا. ان الله قال واتخذ من مقام ابراهيم مصلى، ومكان مقام ابراهيم فيه ساعة تمام خلفه، في تمام ساعة. طب معلش انا اسف والله بصراحه حضرتك في الاسئله يعني. ها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على هل سيدنا. الناس يصلى على النبي يتذكر؟ لا مش عارف، انا دايما الناس تقول لي يا ابني اذكر ربنا، انا اه بقول بصلي ماشي. على النبي بدلها يعني. الخشوع في الصلاه يا شيخ مصطفى، انا يعني بعدت مثلا عن اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، ومثلا صحبه السوق والاغاني والافلام والكلام ده كله ماليش فيه خالص، وبدا يبقى ليا الحمد لله اوراد ذكر كتيره وصلاه وكده. بس انا بصلي اول ما ادخل في الصلاه يعني بفتكر كل يعني، ما بعرفش ما بفوقش غير وانا بسلم، ما بعرفش اخشع في الصلاه خالص. فنصيحه حضرتك ليا لا ايه بس عشان الاجتهاد في ال... الموضوع ده مضايقني و لا لا ما في مضايقة ولا حاجة، بس اجتهد، تقاوم نفسك، تقاوم نفسك وتركز في التفكير في الصلاة، وإن شاء الله قدر الاستطاعة من منا الذي يستطيع أن يمنع نفسه من ذلك. وعمر يقول إني أجهز الجيش في الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله بخير. شيخ مصطفى والله أنا بستفسر من حضرتك بس عن مسألة الطلاق يعني. تفضل. الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم في طلاق الحائض وطلاق امرأة في طهر جمعها زوجها. والله يا شيخ يقع الإسلام، هذا الطلاق يا مولانا؟ يقع، وأخطأ ابن تيمية وأخطأ ابن القيم في هذا، ورأي الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب أن الطلاق واقع بجماهيرهم، وحديث مره فليراجعها لا مراجعة إلا بعد طلاق. ابن عمر يقول حسبت علي تطليقة، وراجع بالتفصيل لنا هذا السؤال مجاوب على اليوتيوب بما فيه تفصيل كافي إن شاء الله. طلاق الغضبان يا مولانا، أي تفصيل طلاق الغضبان يعني؟ ماشي، إن كنت تملك أمر نفسك مع الغضب الطلاق واقع، لا تملك الإنسان أمر، بيخرج عن شعوره ولا يدري ما يقول. لا يدري ما يقول لا يقع. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. مرحبا بالشيخ مصطفى الجوهري، ولك بمثلي، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا إبراهيم بن بحر، أستاذ سعد السويدي، وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ. الحمد لله، تفضل. عندي سؤال. تفضل. أنا مرة كنت قاعد مع واحد صاحبي يعني على القهوة، بس بعيد عن الأماكن بتاعت الشرب الشيشة والحاجات دي، كنت قاعد بعيد خالص. لكن جه واحد بعد كده صاحبي دوت فلت شيشة، هل لو أنا حسبت أتحاسب على طبعا حسب طبعا تحاسب، حاسب أنت محاسب على حتى لو اشتريت جيت ثمن كده الشيشة مثلا يعني. نعم، عايز أكرمه يعني؟ تكرمه بإيه؟ تكرمه تضره ولا تكرمه؟ هو أنا ما أعرفش صاحبه دوت، هو أنا لا حابب لا أكرمه لا، هو أو يعني تحاسب على ثمن الشيشة تأثم. السلام عليكم. خلاص، بارك الله فيك يا أسماء بنت شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا يا رب. ما فيك، تفضل. اللهم آمين. سيدنا الله يرضى عنك، بعد ما اتوضيت وانا بصلي كده لقيت لزق سلوتيب كده على ايدي وانا نعم، بصلي، ليت ايه؟ لزق اللي هو لزق سلوتيب، حاجه عازله عازله الميه، بس شيء يسير قوي يعني، حاجه بسيطه قوي كم يعني؟ يعني مثلا حوالي حاجه 2 يعني، حته صغيره كده تجيلها 2 سم، حاجه صغيره كده من اللي هو اللزق بتاع السلوتيب بتاع الفلوس ده. فهل اعيد الصلاه ولا اخرج من الصلاه ايه، واتوضا واخش الصلاه تاني، ولا ايوه، اعيد اخرج الصلاه اللي انا صليتها؟ الاحوط لك تخرج من الصلاه، تغسل الجزء هذا او تتوضا من جديد وتصلي. هذا الاحوط. الله يسلمك. حتى لو كنا نزيد يا شيخنا؟ تقول 2 سم، 2 سم كبيره يعني. مرحبا يا شيخ هاني المنشاوي، وفقك الله. محمود منصور، سلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ مصطفى. وحياك الله وبارك فيك. الله يحييك. حياك. أنا بعدين يا شيخ مصطفى كان في استفسار بس بسيط. تفضل.
انا بتفرج على كوره وكلام من ده، ويعني ايه انا من النوع اللي هو متعصب شويه يعني وكده. طيب فممكن مثلا انا بتفرج على الماتش ولا حاجه، فهم راح متنرفز، فهم راح مثلا شاتم لعيب او حاجه زي كده. والله انت رجل عابث، انت وامثالك عابثون، تضيعون حياتكم في لهو وباطل وسباب وشتم، فانصحك بالبعد عن هذا العبث. والله مش يا شيخ، والله يعني انا بصراحه بحاول بقالي فتره ان انا الكلام ده تعب اعصاب، ما له فائده، ضياع دين وضياع وقت وضياع مال وضياع اسر بسبب كلام باطل ولغو. كونوا عقلاء يا ايها الاخوه. السلام عليكم. كريم يونس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك سيدي، استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، أنا سمعت كلام من أحد المشايخ وأردت يعني أن أتأكد منه. قال فيه: أي معصية يأتيها الإنسان تظهر على وجهه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله بخير. كنت بس لسه زي ما حضرتك 5 أحاديث صحتهم بس. تفضل تفضل. اول حاجه شيخنا، اللي هو ان اول ما يسال عنه يوم القيامه يعني العبد من النعيم ان يقال له: الم صح لك جسمك. ده مش ان اول، يعني ان اول ما يسال عليه العبد من النعيم: الم اصح لك بدنك واسقيك من الماء البارد. ده باللفظ ده في مقال شويه محتاج مراجعه. تمام. طب وحديث شيخنا اللي هو الحديث ده اللي انا تعبت فيه صراحه، اللي هو لما قال: قل هو الله احد المعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. هذا حسنه بعض العلماء وهو قابل للتحسين. طب هل يا سيدنا ممكن اتغاضى مثلا على الحديث دوت بالحديث اللي في البخاري بتاع اللي هو قراءه اخر الايتين من اخر سوره البقره في ليله كسفة؟ لا، هذا شيء وهذا شيء. انا اقصد يعني ان هي من باب الكفايه برضه في ان هو لا حاجه لا لا يعني لا اصح في الباب ده. لا لا، لان كفتاه هذه محتمله لاكثر من معنى. مظبوط. ايوه انا شفت فعلا العلماء لقيتهم اكثر معنى فعلا في كفتاه. حضرتك تقصد انا مش محدد بالظبط كفتاه من ايش؟ برضه انا في الحديث بيقول التكفيك من كل شيء. ايوه. لا، في هي الاصح اللفظه: من قرأ بالايتين الاخيرتين من سوره البقره في ليله كفتاه. وبعض رواة الحديث كان سئل: كم أقل ما يجزئ الرجل في القراءة من القراءة في صلاة الليل؟ فذكر الحديث، فكأن فهمه له أنه كفتاه عن القراءة في صلاة الليل. مظبوط. تمام. طب وحديث شيخنا اللي هو: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يسمى عليه من غير بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. قابل للتحسين. طب سؤال يا شيخنا، هو قابل للتحسين دوت هل بيبقى السند ضعف ولا هو يعني في الوجهين قائمين؟ يعني في يعني في رجل يعني حضرتك توصل بقابل للتحسين، يعني في وجه بيقول في وجه ممكن في وجه ممكن يقول انه ضعيف. نعم. تمام. انا جبت بقى لحضرتك، كنت حضرتك طلبت مني من قيمه يومين على اللي هو السند بتاع ما قلت لحضرتك اللي هو بتاع السيده عائشه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها في الشاء، قال لها: بقي لها بقي كلها غير كتفها. ماشي. انا قلت لي جيب لي بس السند. هو انا السند ده حضرتك قدامي: حدثنا محمد ابن بشار. من القائل؟ يحيى بن سعيد. من القائل حدثنا محمد ابن بشار؟ هو ده اللي فيه ده من اي كتاب؟ من اي كتاب؟ الايه يا شيخنا؟ الكتاب اللي انت بتقرا منه ده اللي هو ثانيه واحده، ده لا ده متن الحديث اللي قدامي، قصدي السند بتاع الحديث. ايوه، من اي كتاب يعني القائل اللي حدث؟ من اي كتاب؟ ده اللي هو الموقع اللي جايب. افهم بس، افهم يعني، هل الترمذي اللي قال حدثنا محمد بن بشار او البخاري او مسلم؟ من يعني في كتاب خرج الحديث؟ ما الكتاب؟ الترمذي. وبعدين اتفضل. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد. انا مؤكد. السوفي. اكمل؟ كمل.
اه تمام، عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي ميسره عن عائشه، بعد كده متن الحديث. وفي الاخر حضرتك في الحديث مكتوب قال ابو عيسى هذا حديث صحيح، وابو ميسره هو الهمداني اسمه عمرو بن شريجل او شرحي عمرو بن حاجه. إسرائيل. هذا الحديث فقط تشوبه الآن عن عانة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، و عمرو بن شرحيل الشعبي، ولا واللي أبو ميسرة هو الشعبي عبد الرحمن، ولا أبو ميسرة، شوف أبو ميسرة الشعبي هل سمع من عائشة أو لم يسمع؟ إذا كان هو أبو ميسرة عمرو بن شرحيل، لا أظنه الشعبي. ماشي، عمرو بن والعامر ده، عمرو بن شرحبيل ابو ميسره، عمرو ولا عامر؟ يا اظن عمرو. عمرو بن شرحبيل يختلف عن عامر بن شرحبيل. نعم، حدث عن عدد من الصحابه، السند ظاهره الصحه، لكن ينظر هل معلول او غير معلول. بارك الله فيكم. في عمرو بن شرحبيل وعامر بن شراحيل. عامر بن شراحيل هو الشعبي، عامر بن شرحبيل هو الشعبي، لكن عمرو بن شرحبيل اضبط لنا الاسم كده بالله عليك. تفضل. عمرو بن شرحبيل تابعي كبير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. ربنا ينفع بك يا رب. في وياك. واحد مريض سارق الدعاء طبعا له، الله يعافيه يا رب. وما الواجب نحوه؟ المريض؟ نعود هو ندعو له بالبركة، وإذا استطعنا أن ننصح له نصحنا. الله يكرمك. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله في عمرك وحفظك ونفع بك يا رب وياكم. العالمين. وياكم وياكم. حضرتك دلوقتي مثلا لما أكون بصلي أي فرض وبسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن وانا مثلا بصلي اقول عليه افضل الصلاه والسلام ولا لا مانع؟ في سري مثلا ممكن، لان عمر دخل المسجد وعبد الله بن السائب يصلي العشاء، فقرأ عبد الله بن السائب وفي السماء رزقكم مما توعدون، فقال عمر باعلى صوته اشهد اشهد. تمام. بارك الله في عمرك. الله يكرمك. دعواتك لاخي بلال بتيسير في الزواج. الله جزاك يسر الله لنا كل وله كل عسير يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سيدنا الشيخ. تفضل. كان في سؤال بس يا شيخ، ال دلوقتي انا بصلي مثلا بيبقى الراديو شغال جنبي، تمام؟ ايوه. فممكن مثلا بتيجي في الراديو حتة الصلاة على النبي وكده، فهل يجوز ان انا اصلي على النبي وانا بصلي ولا لا يجوز؟ يجوز. يعني الصلاة على النبي في الصلاة مفيش فيها مشكلة. يعني اذا جاءت مناسبه. لا، ما هي المناسبه ان انا اصلا الراديو بيبقى شغال، يعني بمعنى بالصدفه كده ان هو بيبقى شغال. لا بأس. هو علي كان يصلي، فمر به رجل من الخوارج فقال له لئن اشركت ليحبطن عملك، يصف علي بانه اشرك. الخوارج يكفرون علي، فاجابه علي في الصلاه بقوله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ الله عايزين حضرتك يا شيخ، انا عمري 27 عام وكنت معايا مبلغ من المال، بس ايه عايز اعمل مشروع يعني، ولا متزوج لسه ما اتجوزتش. فالمشروع اللي انا عايز اعمله دوت قدام المكان اللي انا عايز اعمل فيه المشروع، قدام الراجل اللي انا كنت شغال معاه في المشروع بتاعه، اتعلمت وكده وطلعت عايز افتح المشروع، فهل بتحسب خيانه او الاولى البعد؟ الاولى البعد. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم يا شيخ مصطفى، بس كان عندي سؤال بسيط كده، كان معايا جزء مبلغ من المال، فانا بشتري اجهزه كهربائيه يعني، تمام،
ولكن انا بشتريها من مكان وبقسطها بعد كده، يعني انا ما عنديش مكان ببيع فيه، لا انا بجيب كاش وببيع قسط، فهل المعاملة دي حلال ام حرام؟ جزاك الله أنت الآن بس كل ما هنالك، أنت لست بتاجر، إنما يأتيك الرجل المحتاج فتقول تعال أنت محتاج سلعة كهذه، تعال تذهب أجيبها له كاش. ها؟ أيوة أجيبها له كاش وتقسطها عليه، هذه حالة من حال الربا. لا إله إلا الله. السلام عليكم. سهام صاوي ولك بمثله. وجزاك الله خير يا إسماعيل بن عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. حضرتك أنا بس كنت سمعت حضرتك فتوى من حضرتك، كان في واحد بيسأل حضرتك هل يجوز إن هو يتزوج من واحدة والدها شغال في بنك، فحضرتك قلت له يجوز ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب. فكنت بسأل حضرتك هو طيب هل يجوز إن أنا في الجهاز إن هو يجهز مثلا بغرفة أو اتنين زي العادي، يعني هل يقبل منه ذلك؟ ده سؤال. وهل لو أنا اتجوزت البنت والدها شغال في بنك، لما أروح عندهم إن أنا آكل وأشرب وأتغدى، ده برضو الأكل عندهم والكلام ده يجوز ولا لأ؟ وهل لما هو يتوفى بنته ترث منه عادي ولا في أي حاجة في الموضوع ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمدرسة عبد الله بن مسعود ترى جواز كل ذلك ما لم تقره على صنيعه، ومن الاستدلالات لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا حتى من الكفار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى شاة فقبلها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من المقوقس ملك مصر، وقبل هدية من ملك أيله بغلة وكان كافرا، وأن صارت عليه السلام قبلت هدية من الجبار، قبلت هدية من الجبار وهدتها للخليل وهي هاجر عليها السلام. هذه حجج القائلين بالجواز، وقد روي عن ابن مسعود بإسناد من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، ولم يسمع منه، لكنه رأي إبراهيم النخعي نفسه أيضا لنا حلاوته، عليه إثم ما لم نقره على ذلك. فهذه وجهة المجوزين والله تعالى. وبالنسبة للمراس فضيلة حضرتك، كل ما قلت لك كل ما ذكر. شكرا. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بعد إذن حضرتك عندي سؤالين بس. تفضل. أول سؤال يا شيخ، أنا لما باجي بصوم ببقى موسوس جدا في الوضوء، ان انا مثلا لما اجي بستنشق او كده بحس ان يعني الميه اللي هي تبقى باقيه كده، بحس ان انا شربت ميه بعد ما بخلص وكده، فمش عارف اعمل ايه في الموضوع ده يا شيخ، يعني وسواس متواصل على طول. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت لهذا الوسواس. يا شيخ يعني انا بعد ما بنزل الميه وبمسح خلاص بقى بلاش بقى خلاص، المفروض الميه مثلا بحس ساعات كده لما اجي ببلع ولا حاجه لا توسوس، هل دي بنحاسب عليها؟ لا 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 ان شاء الله. تمام. السؤال الثاني يا شيخ، لا توسوس لا توسوس، هل المسجد اللي فوقيه بيت ده مسجد يسمى مسجد ولا مصلى؟ سميه اي حاجه، مسجد مش مشكله، هي المشكله يعني عادي يا شيخ زيه زي المسجد اللي هو المبنى العادي. نعم نعم، مش فوقيه حاجة. نعم. وأنت حتى بغض النظر عن المسجد، أنت تصلي في الشقة عندك، فوقك شقة أخرى ولا لا؟ أه عادي. ماشي. السلام. شكرا شيخ مصطفى القهري لك بمثل. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك، بس أنا اتصلت عليكم والخط انقطع يا شيخ. تفضل. يا شيخ يا الله يحفظك، في كلام يا أحد المشايخ وردت يعني التأكد من هذا الكلام، بارك الله فيك. ما فيكم.
قال في كلامه: أي معصية يأتيها الإنسان تظهر على وجهه لكن ليس كل أحد يراها. كلامه صحيح يا شيخ. ما الدليل؟ لا أعلم. وقال الدليل، وقال كلام آخر أذكره لكم. شوف، قال أن النور الخفي في وجوه الصالحين يراه أمثالهم. هذا الكلام، هذا الكلام يحتاج إلى أدلة. إذا كان رسول الله وسيد ولد آدم، الله قال له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. إذا كان الرسول عليه السلام لا يعلمهم، والصحابة لم يعلموا المنافقين، أسماء المنافقين، وكان بعضهم يذهب إلى حذيفة يقول: أنا منهم يا حذيفة. أنت واخد بالك من هذا الموضوع؟ الرسول سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، الله يقول له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا متدربون على النفاق لا تعلمهم. هل في واحد منا ذو بصيرة أكبر من رسول الله؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف شغلك حبيبي؟ اتفضل. شيخنا في طلب العلم على هذا الهاتف، تواصل مع الهاتف الخاص. جزاكم الله خير شيخنا. بارك الله فيك. لو أذن على التلفاز، هاي الفرق بين التلفاز والتلفزيون، ما هي واحد يعني. لو أذن على التلفاز ورددت وراءه، بعد مدة أذن المسجد في الحي ردد وراءه، الأمر واسع، ردد ما في مشكلة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معذرة للشيخ. لا تعتذر. دلوقتي أنا كنت مريض وطرح الفراش امبارح، وما قدرتش أصلي أي صلاة في المسجد ولا حتى في البيت. ولا في البيت؟ ولا قدرت أصلي. كنت فاقد الوعي ولا إيه؟ لا كنت، ما كنتش قادر أتحرك. تصلي ولو بالإشارة؟ نعم. صلي ولو بالإشارة بالإيماء. أنا كنت في حيرة بإن أنا خايف أكون عليا، أنا مش قادر أتحرك ومش قادر أقوم، وفي نفس الوقت بقول له طب أنا ممكن أقوم وأصلي وأتوضأ وأصلي. كنت في حيرة من الاثنين. على العموم إذا اجتهدت وأخطأت أعد الصلاة كلها. لا كلها مرة واحدة، هذه بعد تلك بعد تلك. شكرا، بارك الله فيك أخ أحمد المصري، وفقك الله. الحاج أم فهمي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، ما سمعتش الإجابة، أنا آسف يا شيخ، بتاعة السؤال. السؤال إيه؟ أنا فاكر سؤالك. إيه السؤال؟ اللي هو معايا مبلغ من المال وعايز أفتح مشروع. لا قلت لك ابتعد أفضل. خيانة أو حاجة حرام يعني؟ نفس الشارع، الشارع تجاري. سألتني وأجيبك. أنت تعلمت على يد رجل واشتغلت معه وعرفت أسرار المهنة. تمام. تريد أن تنفك عنه وتنشئ نفس النشاط أمامه. العرف يصفك بأنك لست بوفي، وهذا فالأفضل البعد عن هذا المكان. يعني أفتح بس المكان تاني. هذا الأفضل لك، ويعني من باب الجزاء والإحسان إلا الإحسان. شكرا، بارك الله فيكم. هل رائحة الثوم والبصل في الفم تؤذي الملائكة أثناء الصلاة؟ إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بني. ممكن فضلتك يا عم الشيخ تسألني في جزء ياسين فقط؟ ماشي. أنا صار. أنت صار، ماشي يا صار. أكمل يا صار. أصطفى البنات على البنين. نعم. أصطفى البنات على البنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. حسبك بارك الله فيك، حسبك بارك الله فيك. أبوك بجوارك؟ أبوك بجوارك؟ نعم. أبلغيه السلام واشكريه واشكري أمك التي علمتك، وقولي لهم يعطونك 50 جنيها. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير فضيلة الشيخ. تفضل. كان في عربية ورثة. نعم. أخ وأختين وأم. الأخ طبعا العربية كانت معظم الوقت معاه، العربية كان ثمنها في 2019 180، جه يديهم حقهم منها على أساس إن العربية في حوزته يعني في 2021، فباع يعني إيه لما قسم على أساس سعر أو الثمن بتاع 2019، غلط يعني. اكتشف الكلام ده دلوقتي إن السعر اختلف ما بين 2021 ل 2019، وإن المفروض كان على 200. هو سلم من عفوا هيرجع لهم حقهم، او الفرق ده هل هيحسب على فرق ال 200 ولا الفرق الحالي اللي هي 250؟ عفوا، هو اعطاهم على السعر كم؟ على السعر اللي هو 180 بتاع 2019، هو ما يعرفش ايه او ما خدش باله ان المفروض في 2021 السعر اختلف. اصبر عليه يعني. بس اصبر، لا تتكلم كثيرا. بس الان في 2000 وكم؟ 18 ولا 17؟ 2019 دي 2019 ده كان سعرها 180. سيبني بس الله يكرمك. سنة 2019 سنة سعرها كم؟ 180 ألف. أعطاهم حقوقهم يومها؟ لا. طب ليه يعني؟ يعني بس سعر ولم يعطيهم شيئا؟ لا، هو وقتها كان عادي يعني، كانوا متراضين. أيوه، لكن يعني هل تخرجوا وأخذوا حقوقهم من السيارة أم لا؟ يعني كان هو ما كانش دايما، هو عشان يعني عفوا يا حبيبي. الآن السيارة هذه سيارة ورثة، قيموا السيارة ب 180، لكن هل عقدوا عقد بيع أنهم تنازلوا ولهم عنده كذا كذا؟ ما تبعتش خلاص، سمينا بالسعر الآن، سمينا بالسعر الآن، ساعة تسليمهم الفلوس والتخارج. بس كده. كان في 2021 بس حضرتك ساعة مداهم. اداهم بكم؟ اداهم يعني هو المفروض كان شاف السعر كام في 2021 ويديهم على هذا السعر. اداهم على اساس ايه؟ حاجة قديمة هو عارفها من ساعة الوفاة. لا، ضحك عليهم. 2019. هم وافقوا بس هو يعني هم وافقوا على اساس ان تمام اتفقوا وكل حاجه، بس هو خطا منه، هم ما يعرفوش يعني. هم سلموا له الامر، صح؟ بعد الله. اذا ما دام سلموا له الامر يحسب بساعه تسليم الفلوس سعرها كم؟ ساعه تسليم من الفلوس كانت اللي هو في 2021 كانت 200. خلاص، السعر لهم حقوقهم على 200. يعني ملوش دعوه بسعر حالي، يعني رجع لهم فرق 20. هو سلم لهم الفلوس يا اخي ولا ما سلم لهم الفلوس؟ سؤال. ال 180 على اساس 180 سلم. سلمهم الفلوس سنه كم؟ في 2021. وكان ثمنها نزاك 200,000، صح؟ ايوه. اذا هو ظلمهم في 20,000. ايوه. يوزع عليهم ال 20,000 الان. ملوش دعوه بالسعر الحالي. ما هو خلاص سلمهم الفلوس سنة 2021 خلاص. وقت ما قرر يعني. ايوه، بس لانه خدعهم عن عمد او لا؟ لا مش عن عمد، عن خطأ. خلاص، يصلح الخطأ. شكرا. يكرمهم شوية، ارحامه. جزاكم الله خير يا فتحي وعثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبكم بالله يا شيخ مصطفى. حبك الله. أسأل الله العظيم أن يجمع لك خيرا
وإياك والسامعين، تفضل. كنت أريد أن أسأل عن هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في صلاة الفجر سورة الزلزال في الركعة الأولى؟ لا يصح. كررها، لا يصح. الله يكرمك الحاجة أم فهد. ما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بعد إذن حضرتك عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، صحة حديث من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا. طيب السؤال الثاني، علاج النفس لو فيها تكبر أو فيها إحساس بأن هي أفضل من الغير، علاجها يكون إزاي؟ علاجها يعني أولا سؤال الله سبحانه وتعالى أن يرزقك التواضع، اسأل الله ذلك أولا، ثم تواضعي، زوري الفقيرات في الله، زوري الفقيرات، اتركي شيئا من النعيم لعلة المرض هذا. عمر ركب برزونا فمشي فالبرزون يختال به، يعني يهتز ويختال، نزل عمر وليس على التحريم، قال اصرفوا هذا عني، والله ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، يعني شعرت أنني متكبر. فتواضعي، زوري الفقيرات، أكرمي المساكين، مع سؤال الله سبحانه وتعالى والاستغفار. بعد إذن حضرتك، إيه هي وظيفة يعني شرعا وظيفة الأب مع أولاده، يعني اللي هيسأل عليها قدام الله سبحانه وتعالى، والأم إيه هي في التربية؟ يعلمهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم قدر استطاعتهم، مع سؤال الله بالهداية. نعم، شكرا، جزاك الله وإياكم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا عبد الله. الحمد لله بخير. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، هل ثبت عن النبي أنه قال أن التشهد، أن يعني تحريكة التشهد، أصبع التشهد أشد على الشيطان من الحديد؟ لا، لا يثبت عن رسول الله. طيب لو يعني وبعدين افهم، ما هي الهيئة التي أحرك بها؟ أنا لا أرى التحريك من الأصل، إنما فقط أثبت الإصبع أم أحركه؟ لا أثبته، خاصة الجمهور يقولون متى تثبت الإصبع هذا ومتى كيف هي أشد على الشيطان. قل مثلا إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أرفع إصبع. اسمع يا أخي، اسمع يا أخي الكلام لآخره، اسمع الكلام لآخره. إذا قلت الجمهور، رأي الجمهور أنك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله ورفعت إصبعك أشد على الشيطان. كيف أشد على الشيطان؟ أن القلب مقر بالشهادة واللسان نطق بها والإصبع شهد بها. أما الذي يفعله الناس هذا رأي الجمهور، رأي الجمهور أنها تقال ترفع عند الشهادة. هناك من العلماء من يقول ترفع طول التشهد، ومنهم من يقول ترفع عند الدعاء، كل هؤلاء عليهم أدلة. أما هذه عند الشهادتين فبعضهم أخذها من أن ابن عباس كان في غير صلاة إذا قال لا إله إلا الله قال علامة التوحيد، فالأمر سهل. أما رواية التحريك تفرد بها راو اسمه زائدة بن قدامة، يرويها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن رسول الله، وستة عشر نفسا لم يذكروها عن عاصم بن كليب، فهو شذ فيها زائدة بن قدامة. فالتحريك هكذا أو هكذا، كل هذا غلط. نعم، شكرا، نعم، جزاك الله بارك الله فيك. السؤال الثاني، نعم، أسألك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي من بعدي 30 رجلا من بني العاص. لا لا، لم يثبت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا، عايز أسألك سؤال. تفضل. انا والدي بيشتغل في شركه من 40 سنه تقريبا. اتفضل. اول ما اشتغل وهو بيتخصم من المرتب كل شهر جزء من الفلوس، يعني وبياخدوها بيستثمروها بنسبه 47% في العقارات و53% في البنوك.
بس هو مش هينفع يخرج من الشركة يعني الا لما يطلع معاش، فيبقى يحط من الفلوس دي لما ياخدها في نهاية مكافأة. معايا يا شيخ؟ هات سؤالك. نعم؟ هات سؤالك. والدي بيشتغل في شركة. ايوه. من 40 سنة. ماشي. والدي بيشتغل في شركة من 40 سنة يا شيخ. نعم، وبعد؟ هو بيتخصم من المرتب بنسبة 47% ويستثمروها في العقارات و53% بيستثمروها في البنوك. لحظة واحدة. بيخصم من أبيك رغما عنه أو باختياره؟ رغما عنه. إيه. رغما عنه الشركة. هو كان باختياره بس ما كانش عارف يعني، وبعدين رغما عنه. خلاص، ياخذ المبلغ ويكثر من الصدقة، تصدق بجزء إذا قبض النتيجة النهائية. تمام، سؤال تاني بس معلش يا شيخ. القنوط الصلاة. ما شأنه؟ لما أنا أقنط مع الشيخ هو دايما بصلاة الفجر بيقنط دايما بعد الرجوع. طيب، المشكلة؟ يعني هل هذا أمر صواب؟ ما لا إشكال في حاجات المسلمين، نحن نقنط الآن كل صلاة من أجل الأمور التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تمام، وبالنسبة للصدقة اللي طلعها ليها جزء معين ولا؟ لا يعني قدر استطاعت. تمام، متشكر جدا. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا محمد الأجاوي أبا مالك، عافاك الله وعافى أهل بيتك السامعين والسامعات يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك يا شيخنا. معلش يا شيخنا، ربنا الحمد لله رزقني بمولود فحابب أسميه اسم عمران، ما رأيك يا شيخنا في اسم عمران؟ اسم نبي كريم أبو موسى عليه السلام. نرجو صالح على الأقل، على الأقل إذا لم نقل نبيا فقلنا أنه رجل صالح، أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. استرجع بس هل هو نبي أم ليس بنبي؟ رجع ده وارد أن تصدق بمقدار الشعر، شعر المولود ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. طب لو انا عايز اعمل عقيده يا شيخنا، ينفع ان انا الجزار مثلا هيتبع عزبه اخد نصها في كل حاجه، لحمه وكل حاجه، ولا ده لا يجوز ولا ايه؟ ده اذا كلمته من الاول حيث يذبح. يعني انا اتفق معاها على كده. قل له لي ثلاثه اسباع ونصف كعقيقه عن ولد وبنت. تمام. ممكن في الاول على راي بعض العلماء قياسا على الحج والذبائح التي فيه، وقياسا على الاشتراك في الاضاحي. تمام، اتفق معاه من الاول. الله يسلمك، قبل الذبح ادعي له يا شيخ يكون ان شاء الله من الصالحين مثل شيخنا كده الحبيب. الله يصلحنا واياك واياه والسامعين والسامعات. اهل القران، ادعي للوالد يا شيخنا ربنا الله يرحم والدينا ووالديكم المسلمين والمسلمات. شكرا. مرحبا يا شيخ ايمن دياب، الله يوفقك لكل خير. مصطفى الجهري وفقك الله. صحة حديث قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله بخير. ربنا يبارك فيك. بقول لحضرتك يا شيخنا، هو دي حاجة يعني ده حديث ولا لو واحد عنده مقابر وأسكن واحد في القبر يبقى ده ليه اليوم القيامة بقدر ما اسكنوا يعني؟ لا، ما نعرف نص في هذا الباب ثابت. تمام، لكن هي يعني من الامور يعني الخير يعني. ان شاء الله باذن الله. ماشي شيخنا، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. احبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل تجوز سنة الفجر بعد الصلاة يا شيخنا؟ لمن فاتته على أحد الأقوال للعلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وقاس الإمام الشافعي رحمه الله الجواز على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وصلى بعد العصر
سنة الظهر، فكذلك قال الشافعي فكذلك سنة الصبح. ومن العلماء من يقول بعد طلوع الشمس، الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لكن الرأي الأول أحب إلي والله أعلم. حياكم الله خير. حياكم الله. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري، حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لو سمحت فضيلة الشيخ مصطفى العلوي. نعم. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. أنا كنت أعمل في بنك مصر لمدة 6 سنوات. تمام؟ تمام. ثم أثناء عملي في البنك كنت بحاول إن أنا أدور على عمل في مكان آخر. نعم. فلم أجد. نعم. تمام؟ ثم بعد ذلك تركت البنك، بقالي حوالي دلوقتي 9 شهور. ولا أجد عمل آخر حتى الآن. تمام؟ فهل يجوز ليا ان انا ارجع للبنك واطلب منهم ان انا ارجع تاني بس في قسم لا يتعامل مع المعاملات الربويه باي شكل، زي مثلا اقسام الخدمه الطبيه او الفروع التي تقدم الخدمات التي لا علاقه لها بالقروض او بالائتمان او ما شابه ذلك؟ اذا وافقوك على ذلك لا باس. اذا وافقوا على ذلك لا باس. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إن أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تعالوا أفسر بس أني الأفضل، يعني الواحد يقرأ قرآن يقرأ قرآن كتير ولا الحفظ، يعني مثلا الواحد يبدأ في حفظ القرآن أو نقرأ قرآن. هذا وذاك الله يوفقك. يعني لو عايز اثبت على حاجه انا عايز احفظ بس مش صعب عليا يعني. هذا وذاك الله يوفقك. طب سؤال ثاني صغير معلش. تفضل. هل نقرا القران بترتيل ام نقراه بسرعه لاخذ اكبر عدد من الحسنات يعني؟ والله اقراه او ترتيل بطيء. توسط في الامور حتى تستطيع ان تقرا، والله يقول ورتل القران ترتيلا قدر بينه تبيينا ووضحه ايضاحا. شكرا. حياك الله يبارك فيك. السلام عليكم. حبك الله يا عمرو بن عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الله يكرمك. انا بس كان لي كان 4 حديث بس يا شيخ، ما كنت عايز اتاكد من صحتي. ركز بس ركز، الله يستر عليك. الله يكرمك الله يكرمك. اول شيخ اول قصدي حديث يا شيخنا البخيله من ذكرت عندها فلم يصلي عليه. حسن الاسناد. يعني اصل انا سمعت حضرتك قبل كده. انت دايما هتعلق من تسالت من قريب، اسال السؤال ووضح، ما قلت انه ضعيف ابدا يوم من الايام. لا لا انا قلت ما بقولش حضرتك قلت ضعيف. بقول لحضرتك اللي انت قبل كده قلت ان ما فيش اي باب ثابت عن احاديث عامة الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى على الرسول الا من صلى عليه صلاه واحده اللي هو صحيح مسلم. لا 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 ما نفيته كده. تمام. طب رغم انفه رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اسناده ايضا حسن. ده حسن برضو؟ اي. تمام. ولو فان صلاتكم تبلغني اينما كنتم. ده هذا الحديث منازع فيه بعض النزاع، ولمن حسنه وجه. وحديث شيخنا اللي هو فجحد ادم فجحد ذريته. اسناده نفس الشيء حسن، لكن ايضا لمن ضعفه وجه. وجه. تمام. طيب واول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجري بما هو كائن الى يوم القيامه. سنده حسن ايضا. سنده حسن. تمام. طب انا جبت اقول لحضرتك اللي هو السند بتاع الحديث ثاني. سند ميزة ماذا؟ اللي هو الحديث بتاع بقية كلها غير كتبتها. لما انا حفظت السند انت قلت لان السند انه محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي ميسرة عن عائشة. عن ابي سفيان عن ميسرة عن عائشة. عن سفيان عن ابي اسحاق عن ميسرة ابي ميسرة عن عائشة. مظبوط. السنة حضرتك بعد ما انا قفلت فعلا عشان الخط بس قفل طلع اللي هو ابن شريحيل. ابن شراحيل ولا شرحبيل؟ شرحبيل انا اسف. عامر شرحبيل. عمرو. عمرو بن شراحيل. اي مش عامر بن شراحيل، في عامر بن شراحيل الشعبي.
أما أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل فرجل ثقة وحدث عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبار يعني وثقه عدد من العلماء. تمام يعني كده حرك الحديث سنده حسن لكن يبقى أو سنده عفوا صحيح لكن تبقى العلة. تبقى ماذا؟ العلة. هل علة بالوقف؟ لأنه ممكن يكون علة بالوقف فنحتاج ثانية ننظر في كتب العلل. يعني السند الظاهر صحيح محمد بن بشار ثقة عن يحيى بن سعيد القطان من جبال الحفظ والتثبت عن سفيان والثوري ثقة أبو إسحاق السبيعي ثقة لكن يدلس وعنعن لكن تضر لا تضر العنعنة هنا لأنه عن تابعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ثقة بعض الصحابي كسند يصحح لكن أحيانا يكون السند صحيح ولكن بعض الرواية يرونه موقوفا أما السند الظاهر فصحيح. مظبوط. طب هل حضرتك في حاجة أصلا أنا في الصراحة لسه بادئ في علم الحديث فأنا غلبان على قدي يعني هل مثلا أقدر كتب العلة دي ألاقيها على النت مثلا أو أقدر أنا أبحث عن أي ممكن تبحث في كتب العلة مثلا علة كتاب العلة للدارقطني أو العلة لابن أبي حاتم وتنظر علته. طب هل ببحث حضرتك مثلا باسم الحديث أصلا ممكن لا ممكن سهل البحث على الشملة سهلة وأي واحد يعلمه لك سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا الكريم؟ الحمد لله بخير. اسمح لي بس بصحيح حديثين بعد اذنك يا شيخ. تفضل. السؤال الأول إنها ستكون فتنة فقالوا كيف لنا يا رسول الله أو كيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. الأمركم الأول؟ نعم. لا أعلم. نعم؟ لا أعلم له سندا ثابتا. طيب بالحديث الثاني جاء في فضل الذكر او الحث على ذكر ولكن بعدين حضرتك يا شيخ طبعا لطوله هختصره وحرصا على اسئله الاخوه والاخوات يعني فمن قال لا اله الا الله والله اكبر صدقه ربه فقال لا اله الا انا وانا اكبر والى ان قال واذا قال لا حول ولا قوه الا بالله قال لا اله الا انا ولا حول ولا قوه الا بي وكان يقول من قال في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. لا في سنده مقال يراجع في مقال. السؤال الثالث بعد ما تشيل شيخ حبيب. اي نعم معك. السؤال الثالث هل ورد في فضل هذا الدعاء يعني عند قولي عند النوم اي اثر او اي نص اللهم اجرني من الموت غفله ولا تاخذني من الدنيا الا وانت راضي عنه؟ لا اعلم له سندا ثابتا. نعم جزاك الله خيرا شيخ. وعليكم السلام. حبك الله يا احمد الدهشان. انت احمد بن حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يحفظك. ماذا عندك؟ شيخ مصطفى انا اعطيت شخص ما مبلغ من المال. ها؟ عندي شركه اعطيت شخص مبلغ من المال. وبعد؟ وعنده شركه يعني عشان يستثمر بدل ما نحطه في البنك يعني. فكل سنه المبلغ ده مثلا بيزيد بنسبه معينه كده يعني. فده يعتبر في حاجه ولا في رزق؟ هو شغال يعني يشتغل ويكسب ويربح ولا ايه بالضبط؟ نعم هو يشتغل عنده شركه ويكسب ويربح وليه نسبه من المبلغ اللي انا حاطه يعني. ما ايه المشكله عندك يعني؟ نعم ما المشكله يعني انت اعطيت واحد مبلغ من المال يشغله ويعطيك نسبه ربح ما المشكله؟ ايوه المشكله انا سمعت احد المشايخ يقول ده صوره من صور الربا. ليه ده هو بشغله هو يشغل الفلوس وتربح. سمعت انه بيقول زي البنك يعني. يا اخي هو بشغل الفلوس واحد شريك مش الشراكه موجوده في كتاب الله وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض وعبد الله بن جعفر كان يشارك الصحابه يشاركونه لدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم له البركة في صفقة يمينه. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو تكرمتم يا شيخنا. تفضل. هل بمجرد أن أرى شهر ابن حوشب في الإسناد يضغط عليه؟ شهر ابن حوشب إن شهر نزكوه أي رموه بالنيزك. نعم. شهر ابن حوشب ضعيف. نعم. نعم. وياكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك شيخ خلف. أهلا بك وسهلا. الله يكرمك شيخنا ربنا يعزك. أخو عبد المحسن. يا مرحبا يا دكتور عبد المحسن. ربنا يعزك شيخنا. ممكن سؤال لحضرتك؟ تفضل. إنسان شيخنا في السعودية وعايز يبعت ريالات يعني وكده لأهله في مصر. بس لو بعتها عن طريق البنك فالبنك هيحولها طبعا بسعر أقل شوية. فهو عايز يستغل الفرق اللي هو بين السوق السوداء اللي بره والبنك. فبيدوهم قطع الخط رغم عني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لكم الدعاء يا مولانا. الله يوفقنا وإياك ويصلحنا وإياك يا رب. اللهم آمين. سؤالي عن الفرق بين الدف والطبل. جزاه الله خير. والله يا أخي أنا يعني لا أرى بينهما كبير فرق. نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل. بعض الناس يأتون إلى الصلاة متأخرا فيجد الإمام راكع تمام فينزل الركوع تكبيرة الركوع على طول تمام. فماذا تنصح هؤلاء الناس بذلك؟ يعني ايه مش فاهم ايه الخلل؟ هو وجد الامام راكعا فكبر وركع معه. راكع على طول مش المفروض تكبيرة الاحرام اولا؟ ايوه طب هو عمل ايه؟ هو ركع على طول ما ركع يعني ما كبرش تكبيرتين. تكبيرة واحدة. تكبيرة واحدة. انا اعتبر تكبيرة واحدة للركوع على طول. اصبر بس يا اخي. تفضل. هو كبر وركع صح؟ تمام. انا اعتبرها تكبيرة الاحرام والتكبيرة الثانية سنة لا تبطل الصلاة لا يبطل الصلاة تركها. سمعت احد المشايخ يقول ما لي دخل بأحد المشايخ. تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع. يا أخي افهم الكلام بس عيب انك تقول لي كده. سمعت احد المشايخ يقول لك التكبيرة الثانية هذه سنة ليست بواجبة من الأصل حتى لو أنت دخلت مع الإمام وقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام وبعدين ركعت حتى وانت قائم من السجود لم تكبر الصلاة تصح. هي سنة سنة. اسمع لي لآخر الكلام يا أخي اسمع لآخر. كثير من المشايخ يعني اسمع يا أخي اسمع يا أخي اسمع افهم افهم لا تقاطعنا. تمام. هذا الذي قلت لك كان قد اشتهر على عهد أصحاب رسول الله أنهم كانوا عليه الصلاة والسلام كان عدد منهم لا يرى التكبيرات الانتقال أصلا. كان عدد منهم لا يرى تكبيرات الانتقال. فلما صلى أبو هريرة وكبر مع كل حركة نزول وصعود قالوا له منكرين يا أبا هريرة ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبطل صلاتهم. فلذلك هي سنة تكبيرات الانتقال سنة ليست من الواجبات التي إذا تركت تستدعي السهو. بارك الله فيك. تمام أيه. تمام تمام تمام. طب واللي بيجي جاري حضرتك اللي بيجي جاري يعني مثلا عشان ينهض الركوع يكبر الصح الصح له الله أكبر بتأني الله أكبر يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت مخلط في الأمور ليه يا بني؟ بس أنت الآن سألت عن التكبير تأتي تكبر الله أكبر الله أكبر وتركع معه. هذه السنة هذه السنة. أبو بكر عمل ذلك. لكن أنت تسأل سؤال آخر هل تحسب له راكعة أو لا تحسب؟ ده سؤال آخر. تمام. أنت تسأل عن كده هل تحسب له راكعة أو لا؟ أيوة أيوة حضرتك. تمام. طيب أبو بكرة لما فعل ذلك وجاء الله أكبر وركع مع الصف وصلى بعد ذلك انقضت الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك؟ قال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعود. جزاك الله كل خير. معلش إن كنت أزعجتك ولكن اختلطت علي بعض الأمور. لا لا أحد من الناس يقول هذا لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. جزاك الله خير، جزاك الله خير عنا يا شيخنا الجليل. وإياك والمسلمين، تفضلي. أمي توفاها الله رحمة الله عليها، الله يرحمها، وهي على فراش الموت. أنا رددت الشهادة ورددتها ومعايا ورايا وتوفاها الله. يعني أمك أمك ماتت أمامك. أمامي نطق، أنا أردت الشهادة وهي ربطها ورايا وتوفاها الله حاليا. والله ختام حسن، أمك بين يديك الحمد لله من حسن الخاتمة. نعم إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. الله خير. الله خير. أسألني حضرتك، ها؟ لما طلع لوالدتي صدقة جارية، هي صدقة تبقى جارية ولا صدقة عشان هي توفت تبقى من صدقة جارية؟ لا، في صدقات جارية وفي صدقات عادية. صدقة عادية مثلا تشتري رز وعدس ولحم الفقير، وصدقة جارية تشتري ألف طوبة مثلا وتضعها في مسجد أو مصحف يقرأ الناس فيه، يكون صدقة مستديمة. جزاك الله خير. وإياكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ أنا الحمد لله معايا مال قدر من المال يعني، الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، بس واحد مضطر بقاله 3 سنين. واحد ايه؟ واخده قرض يعني دين يعني. واحد واخده قرض من 7 سنين. من 3 سنين، مش قرض دين يعني، واخده مش فيش مكسب يعني. طيب وبعدين؟ عليه زكاة؟ ايوه القرض عليه زكاة، الا اذا كان القرض مات. اذا كان اعرف اخده من ابنه مثلا ادفع الزكاة بتاعته. الله يوفقنا وياك. اللهم جزاك الله خير. وياك اختي. بهذا القدر اجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق. اللهم بك امنا وعليك توكلنا واليك انبنا وبك خاصمنا واليك حاكمنا ولك اسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا رب أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
اللهم يا خير الرازقين ارزقنا، ويا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا واسع مداخلنا، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا وارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا واصلح سقائم قلوبنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا فقد توكلنا عليك يا رب فاكفنا شر ما أهمنا. اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريق يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.